طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة التصحر، وتحت رعاية السيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، تحتفل الجزائر باليوم العالمي لمكافحة التصحر يوم 17 جوان 2020 تحت شعار الغذاء الأعلاف الألياف. وفي هذا الإطار تدعو المديرية العامة للغابات كافة المواطنين إلى تغيير السلوك اتجاه العوامل الرئيسية للتصحر وتدهور الأراضي لتحقيق الأمن الغذائي والخروج من الأزمة الصحية في ظل كوفيد-19. وبهذه المناسبة ستقام تظاهرات عبر كافة ولايات الوطن.